الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع اليابان في مجال التعليم في ضوء الاهتمام بالاستفادة التجربة اليابانية المتميزة في هذا الصدد، وخاصة فيما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير خارجية اليابان يوشيماتسو هاياشي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن اليابان تحظى بمكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، مشددا على حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، والتي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن اللقاء تناول عددا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين الصديقين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية المختلفة من أجل معاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية، مضيفا أن الحكومة ملتزمة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عملها وإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل. أكد وزراء الخارجية العرب أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معربين عن رفضهم أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. وفي ختام أعمال اجتماع مجلس الجامعات العربية على مستوى وزراء الخارجية، أعرب الوزراء عن التقدير للجهود التي بذلت لتيسير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي تحت مظلة رئيس الاتحاد الأفريقي، مع التعبير عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا. وأكد الوزراء ضرورة تحلي الجانب الإثيوبي بالمرونة والإرادة السياسية اللازمين لتحقيق ذلك، وتبني ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، بما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل إلى الاتفاق المنشود. أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسوما دستوريا يقضي بحل قوات الدعم السريع. ووجه الفريق أول ركن البرهان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ. ويأتي القرار استنادا على تداعيات الأحداث على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين والتخريب المتعمد للبنى التحتية في البلاد، فضلا عن مخالفتها أهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017. نددت روسيا بخطة أمريكية لتزويد أوكرانيا بأسلحة تحتوي على اليورانيوم المنضب، ووصفتها بأنها دليل على اللا إنسانية. وقالت السفارة الروسية في واشنطن أنه من الواضح أن واشنطن ومن أجل فكرتها المتمثلة في إلحاق هزيمة استراتيجية مستعدة للقتال ليس فقط حتى آخر أوكراني، وإنما أيضا للتخلص من أجيال بأكملها. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن حزمة مساعدة جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، وتتضمن الحزمة مساعدة أمنية جديدة عسكرية ومدنية بأكثر من 665 مليون دولار، ودعما بملايين الدولارات للدفاعات الجوية الأوكرانية ومجالات أخرى. كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن حزمة مساعدة أمنية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 175 مليون دولار، وتشمل ذخائر اليورانيوم المنضب من أجل دبابات أبرامز. strong economy.
أطلقت اليابان صاروخا من طراز H2A يحمل مركبة تابعة لوكالة الفضاء الوطنية للهبوط على القمر، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية غير المواتية لتأجيل عملية الإطلاق 3 مرات في غضون أسبوع واحد الشهر الماضي. وقالت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء إن الصاروخ انطلق كما كان مخطط له، مشيرة إلى أنه من تصنيع ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وهي التي تولت أيضا عملية الإطلاق. ويحمل الصاروخ مركبة فضاء تابعة لوكالة الاستكشافات اليابانية يطلق عليها قناص القمر بسبب تقنيتها التجريبية الدقيقة للهبوط، ومن المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر في أوائل العام المقبل. رياضيا، وصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا غدا في الجولة 6 والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقررة إقامتها بكوت ديفوار، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي. بدأ المران بتدريبات بدنية تحت إشراف الجهاز الفني، ثم الجمل التكتيكية وتقسيمها في نهاية المران.